أغر السبحة التي ما عملها، بأن نعم المسبحة المنبهة السبحة، في 30 حديث عن السبحة والدائرة الواسعة. عشان كده بقول لك الباقيين ده ما تنتمش، خد سلك واسع. أكثر السمانية، الشاذلية، القادرية، الأحمدية، أنصار السنة، الأخوان المسلمين، معالم الجدلة، لا خلي دائرتك واسعة. وانت قاعد ضيف ورجلي اخوان ولا بطل، والعالم اذا ما عرف 100,000 حديث معلعنة فهو طالب علم. 100,000 حديث معلعنة كعالم. لان الصلاة الوقت الواحد في الكعبة ب 100,000 وقت، وده في الموطا من حفظ 40 حديثا معلعنة كنت في زمرة العلماء. عندك الاسئلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين كما في مقدمة صحيح مسلم، يقول كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ميكروفون تفضل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدين ده أمر عظيم، وما بجوز للإنسان يتكلم في الدين بغير علم. والإنسان إذا رأى منكرا فإن الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر. نحن من الأبواب دي عمن هذا ذكر بعض الأشياء وفيها مخالفات شرعية قد أنتم ما تشعروا بها، لكننا من باب النصح لله أولا ثم لكم آخرا ثم له هو أيضا أحببت أن أنبه عليها. هاي جزاك الله خير. المسألة الأولى قال الزول ما ينكمش، يعني لخصتها في 4 مسائل. المسألة الأولى قال الزول ما انكمش، نحن نشيل أنصار السنة والقادرية والسمانية والجماعات كلها، مش قلت كذا؟ نعم. طيب المسألة دي يا جماعة، الانكماش مش ضد الانبساط؟ نعم. زول قال أنا مسلم مش ريح نفسه؟ ما تبع لي جماعة زول يأمر وزول ينهاه وكذا. والانكماش ده يا عمنا إنك تبقى في جماعة، الانكماش دي تكون في جماعة، والجماعة دي زعيمة وناس الشيء اللي بيقولوه انت تقوله حتى لو ما راضيه في نفسك جوا، والشيء اللي امروك به وتطبقه، والناس العادوا الجماعة دي انت تعاديهم، ودي في الشريعة محرمة لقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأنا لما قلت العبارة دي الزول ما يبقى أنصار سنة ولا ختمي أو ولا قادري ولا سماني ولا جماعة من الجماعات دي. الكلمة دي والله فيها إنصاف شديد وفيها راحة للمسلم، لأنه رب العزة والجلال قال إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. الإسلام. ولأنه نحن شفنا الجماعات دي وشفنا الانحرافات اللي فيها. أنا لأنه ما داير فتن وجوطة، عشان كذا قلت الميكروفون شنو؟ ما يشغلوه مراعاة لناس المسجد. نعم. ولجنة المسجد احترمونا ادونا درس، نحن ما دارين نسوي شوشر. وعمنا ذاته قاعد يسمع الحمد لله بإنصات. الجماعات دي فيها انحراف، أمسك لك واحدة واحدة. قال القادرية، القادرية ديل عندهم كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ده من أكبر مراجع القادرية، تأليف إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، طبعوه وين؟ في القاهرة، لأنه في شاعات بيقول لك حرفته وعملته، طبعوه في القاهرة دار الكتب جوهر، شارع جوهر. قال في الكتاب ده المؤلف من قادة القادرية، عشان تعرف الطرق دي كلها منحرفة، نحن نصحنا المسلمين ما تبقى مع أي جماعة ولا أي طريقة، أبقى مسلم حر مستقيم، هو سماكم المسلمين. المؤلف ده قال عن شيخه صفحة 60 لـ65 بيمدح في شيخه، قال: ذراعي من فوق السماوات كلها
ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. أنا في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب صلى الله عليه وسلم، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح، الزول من الأمة دي، شوفوا قال مشى مع منو؟ لا دقيقة، قال أنا دي ما أنا عمي سمعت لك بإنصات، والناس سمعوا لك بإنصات، دارين يستفيدوا، أنت برضو أسمع لنا بإنصات. ماشي عديد ينزل. طيب قال وكنت أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت ما ذكرت لك الكتاب بالصفحة، وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا، وأقعدته وأسكنته الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع قال وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داوودا حلاوة نغمتي، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. كلام ده يا جماعة بخالف الشريعة ولا مخالف؟ قال وما قلت دقيقة عمي دقيقة، أنا ما جايك للباقيات السمانية وانصار السنة والباقيات كلها جايك لها عشان الناس دي تبقى أحرار، بس تبرد عمي. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة. خطوة هنا في بلده وخطوة وين؟ في مكة. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر. شوف الكلام ده، أنا بس بتوليك السمين الجامع ده براو الزول ده دخل حتى الجامع ده جابه. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي. أنت يا عم عبد الله وعمر القادر إذا جه خطب بيكم هنا، أسألكم بالله خطب بيكم؟ الكلام ده ما كذب؟ ده دي صفحة 65 63 ل 65 أمشي قدام. قال صفحة 114 نمشي باقي الطرق. قال صفحة 114 قال في ذكر تقوله بعد العشاء عشان تعرف الطرق دي، وده دي نحن نقول لك والله نصحا للأمة خايفين عليهم، قرينا الكتب دي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ده ذكر تقوله عند القادرية، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، مش كلام سمح. اللهم يا كاشف الكروب، يا علام الغيوب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب. قال لحد ما قال تقول الكلام ده بسه سهوب لهوب طهطهوب كهوب حم 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 ذي العز الشامخ الذي سخر كل شيء. الكلام ده سرياني، ده من الدين، سرياني من الدين. كتاب فصلت آياته قرآنا شنو؟ عربيا. قرآن ده عربي ما فيه حاجة تانية. دي القادرية عمي أصبر لي، دي القادرية. نمشي للسمانية، نمشي للتاني. السمانية ديل عندهم كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، تأليف عبد المحمود نور الدايم، ده مش معروف، رجل طابع مش معروف. طيب قال في الكتاب ده باب، قريته الكتاب كده، قال باب تطور الأولياء. قال الولي أحيانا تدخل عليه فتجده وليا، وأحيانا تدخل عليه فتجده حنشا. الولي ذاته تخش عليه تلقى ولي، بعد شوية بتطور بيبقى حنش، بعد شوية بتطور بيبقى صغير، بعد شوية بيبقى كبير. قال باب استشفاع الملائكة بالأولياء. انت الغيرة على الدين يا عمي. قال في الباب ده قال واحد من الأولياء، قال حكي أن الشيخ عبد الرحيم المغربي ده جابه كولي، الملائكة بتستشفع بالأولياء. قال ملائكة بتستشفع بالأولياء. قال حكي أن الشيخ عبد الرحيم الولي المغربي
كان جالسا في حلقة وجاب الكلام ده من كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، ذاك فيه مصائب كبيرة كثيرة جدا خليها. قال حكي أن الشيخ كان جالسا ومعه بعض المريدين والحواريين وكذا، بعض المريدين والحواريين. قال فنزل شبح من السماء، ثم صعد الشبح، فقال الحاضرون للشيخ: يا شيخ ما هذا الشبح؟ قال: هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة، فجاء يستشفع بنا إلى ربه، فشفعنا له فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك قال غلط، والله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون شنو؟ ما يؤمرون. طب في نفس الكتاب ده قال قال الشيخ عبد القادر، ايوه قال قال الشيخ عبد القادر، ودي يمكن كلكم تضحكوا في الكلام ده وفي كتاب موجود. قال قال الشيخ عبد القادر: الإنس لهم مشايخ، والجن لهم مشايخ، والملائكة لهم مشايخ، وأنا شيخ الكل. فهمت كلامه؟ الإنس لهم مشايخ، والجن لهم مشايخ، والملائكة لهم مشايخ، وأنا شيخ الكل كلهم. ده نقل الكلام ده بعدين العهد عليه، ده بتاع النصرة العلمية. أمش للسمانية، لسه أنا ما جيتك تميتك ليهم، جايك للسمانية ذاته. الرجل ده ذاته عنده كتاب اسمه أزاهير الرياض، قال في الكتاب ده قال في رجل نقل برضو من الطبقات اسمه محمد الشربيني، قال أصابت ابنه أحمد وعكة، ولده مرض، أيوه حمى، قال فحضره عزرائيل لقبض روحه، فقال له الشيخ محمد الشربيني لملك الموت: ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ. فرجع ملك الموت وقام أحمد من وعكته وعاش بعدها سنين. قال الله تعالى في القرآن: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء شنو؟ أجلها. دي الطريقة السمانية. لسه من أكبر مشايخ في الزمن ده عبد الرحيم البرعي صاحب الزريبة، مجد منك أكبر مشايخ، قال في كتابه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال: إناب خطب في البلاد نزيل، كان جات مصيبة في البلد، قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة نادي إسماعيل، إسماعيل ده حصل له حاجتين جابوا الناس الجرائد، واحد جابتها جريدة الدار، والثانية انتشرت القاصي والداني عارفة كثير من الناس. الأولى دار جريدة الدار في شهر ذي القعدة قبل سنة ولا سنتين، جابوا قالوا إسماعيل ده عنده غفير، لموا فيه ناس ضبحوه، كرر كذي الغفير ده ضبحوه، وديل أنا ما بعرفهم تابعين لشنو، ما نحن ما تابعين للشغلة دي، ما تكفيرين ولا دواعش ولا غيره. طيب قال الغفير ده إسماعيل، قال الغفير ضبحوه، ده غفير منه إسماعيل وضبحوه، وإسماعيل ما قدر شنو يحميه، والبرعي قال لك كان جاتك مصيبة نادي منه إسماعيل وغفير ذاته ما قدر شنو يحميه. واحد اثنين، السنة اللي فاتت دي إسماعيل ذاته القبة بتاعته رب وقع، السنة دي ذاتها بداياتها، السنة دي ذاتها قال لك جابوها في الجريدة، أنا قبل كده قريتها في المحل، رب أنا قايل السنة اللي فاتت إلى شهور رب وقعت القبة، وإسماعيل شنو في المحل ما قدر يمسكها، والله قال عن نفسه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ده اللي بنعرفه نحن اللي بيستحق ينادوه الله تعالى سبحانه وتعالى، ما بجوز تنادي إسماعيل ولا غيره. وديل السمانية البرعي ده قال في كتابه لك سلام مني، قال فيه قال في رجل اسمه تتا، قال في رجل اسمه تتا، ايوه تتا ده بيقول له تتا الفلاتي، قال تتا ده، وده ما ذنب في الفلاتة دي، ما نحن كلنا قبائل سودانية ما عندنا مشكلة مع قبيلة، لكن اسمه لغب وكذا. قال تتا ده، وتتا ده مدفون، انا شفت قبره جنب طيبة كمال الدين هناك في الجزيرة عندنا. تتا ده قال قصته عشان تعرف العقائد المنحرفة دي، ودي نحن بنحذرك منها، خلي الطرق دي كلها. قال تتا من كراماته أن الشيخ أن عبد المحمود جاءه فقالت له امرأته، امرأة تتا: أريد خادما تخدمني، جيب لي خادم تخدمني، مش مفروض أجر لها مرة من السوق الدستة تحت الهدوم بكذب؟ لا لا. قال أحضري ثوبا وفأسا، جيبي ثوب وفرار. قال فذهب
إلى الغابة ومعه عبد المحمود، فأمرني، قال عبد المحمود، فأمرني تتى بقطع غصن شجرة بقدر قامة الإنسان، قطع الغصن، قال فأمرني بأن أضع فوقه الثوب بأن يكون سات، بحيث يكون ساترا لهذا الغصن، غطى الغصن بشنو؟ بثوب. شوف الكلام ده مخالف الشريعة ولا مو مخالفة؟ قال ثم تناول سبحته، دي جايك لها انت ذكرتها برضه، قال ثم تناول سبحته فأخذ يذكر الله بشدة، فتحرك الثوب، الثوب شنو؟ تحرك، فرفعت امرأة رأسها من تحت الثوب وقال لها بخيت، فقال لها بخيت 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 ثلاث مرات، فأخذها عبد المحمود من يدها وذهب بها إلى زوجتي، إلى زوجته، زوجة تتا، من عود قلبها شنو؟ بخيتة. طواري البرعي قال فيها من صفحة 40 لأربع 44، والكتاب ده اسمه لك سلام مني، ومن الناس الجمعوه قدموا له حققوه عبد الرحيم حاج أحمد حفيد البرعي صبته، ومن والكتاب ده الطبع عندي أنا سنة 2003 والبرعي مات سنة 2005، يعني حي ما في طريقة تحرفة. قال فيه مصطفى عراكينة مع ود علي المكروم وتتى الفلات القلب العود مفهوم، من عود قلبه شنو؟ بشر. والله قال في القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خلق عود خلاص عود. والله قال في القرآن رب العزة والجلال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان ده من طين، ده الأول، باقي البشر، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هاو تاني، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، بابو في البطن، بعد ذاك يمرق برة وإحبه ويرضعوه ويكبر ويمشي، ده لا نطفة لا علقة لا أي شيء، من عود قلبه بشر وسمى بخيت ذاته ما ضبح لأي شيء، بخيت طوالي وساقه من يده وده. الكلام ده ما مخالف للشريعة، ما مخالف للدين، دي سمانية. لسه جايك، أصبر لي يا عمي، أصبر لي باقي الطرق، في من الطرق الثانية، صلى الله عليه وسلم، أقعد النتيم، النتيم ما لازم أتم الباقيات، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. طيب باقي الطرق دي كلها أنا عندي رد عليها بالصفحات يا جماعة، عم انت تقول هاي برد نفسك. طيب باقي الطرق دي كلها، كل الطرق دي في النهايه مخالفه للشريعه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في سنن ابي داود والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، الواحده دي تقايل احنا ولا فلان، لا ادى صفات، انت فيهم بده لو يا زول قاعد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، وفي روايه اسمع الكلام ده لو دار تنجو، قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم في روايه، ومن كان على مثل ما انا عليه واصحابي في روايه اخرى، تبقى على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، كانوا قادريه، كانوا سمانيه، كانوا تجانيه، التجاني قال الرسول لاقاني في صحراء سيناء يقظه لا مناما، قالوا أعطاني صلاة الفاتحة تعديل من القرآن 6000 ختمة، ديل منو؟ التجانية جابوا الكلام ده في كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، تمش هناك الختمية كل الطرق دي كلها هناك الختمية، ديلك عندهم كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، يا عمي أصبر أنا سمعتك، قال في الكتاب ده يا جماعة ده من الإنصاف، أنت زو شيخ بتدرس الناس من أدب الخطاب، طيب خلوه خلوه. طيب الختمية، أنت عارف كتاب النور البراق ده، أنا داير أفيدك عشان تستفيد، وكتاب اسمه فيوض، فيوض البحور المتلاطمة، ده حق الختمية، ما بيقدر يتحمل يسمع، أنا عارف الكلام كله وضابطه، والزول اللي جاب حديث من كتاب، أنا قريت الكتاب من الصفحة للصفحة، بجيبه ليك هسه بوريك انه الحديث ده ما في الكتاب ده، انت كان تقعد تسمع. قال في كتاب الختميه، قال عن شيخه: انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. قال الغيب ده كله انا عارفه. ده شيخ الختميه اسمه عبد الله العيدروس، وقال دخل عدن، والله قال في القران: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان شنو يبعثون، قصه الملائكه مع ادم معروفه،
عليهم السلام جميعا أسماء ما عرفوها في النهاية، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإبراهيم عليه السلام الناس الملائكة جو في شكل بشر جاب لهم شنو؟ مش عجل؟ وكان بيعلم الغيب ما كان عرفهم ملائكة، ما كان قدم لهم أكل لأن الملائكة ما بيأكل ولا بشر. وموسى عليه السلام مع الخضر ثلاثة مسائل، الخضر بيقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، والهدهد مع سليمان عليه السلام الهدهد قال له أحط بما لم تحط به، والله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال له قل الآية 50 في الآية 50 قال له قل وري الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ما واضحة؟ طيب أمش قدام الختمية عنده. قال عبد الله العيدروس ده من كراماتي ذكر له كرامتين من الكرامات، واحد قال ذبح بعض رأس تلامذتي تلميذه لما في ضبحه ثم قال له عد كما كنت فعاد كما كان. والله قال في القرآن، أنا من أدي الآيات والأحاديث، قال الله تعالى في القرآن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون، البمودة تالي ما بيرجع إلا يوم القيامة، وده نص القرآن. طيب نمشي لقدام، مقدمية كلام كثير، إذا كنت في هم وغم وكربتي فنادي أيا مرغني أنجيك من كل كربتي إلى آخره، وكلام طويل جدا. كل الطرق دي كذلك، أي طريقة في راسك جيبها أنا بذكر لك، أي طريقة، كتب موثقة موجودة مهمتهم شنو؟ يعلقوك بغير الله سبحانه وتعالى. الشيخ مات غسلوه كفنوه دفنوه، مش مفروض تترحم الله يرحمه خلاص موضوع مشى؟ لا، جات مصيبة نادي الشيخ ناديه والحقنا وفزعنا، والشيخ بدي الجنة كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. دع قائد القوم شكي المرة دار جنة تمشي للشيخ، الراحت منه حاجة امشي للشيخ، أجاته كربة الحقنا يا الشيخ، وما عندهم نيجي الشيوخ. الله قال في القرآن ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد منه بيد الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله، الطرق دي كلها منحرفة. أما أقول لك أنصار السنة وغيرهم وغيرهم ديل بدوا بالتوحيد، بدوا توحيد وكان ماشيين توحيد وكذي، أسي دخلوا في السياسة، صار السنة ذاته رؤوس كثير منهم دخلوا في السياسة بجاي، وزول لخبط الدين بالسياسة المنحرفة، مش السياسة الشرعية الموافقة للشريعة، لا السياسة المنحرفة بتاعت اللف والدوران واللي تتنازل عن بعض الحقوق، ده لخبط دين وتاني ما عندك به شغل. والله بيقوا في النهاية لخبطة كلها في شخبطة، بيقوا أنصار السنة يمشوا للصوفية، زمان ما بيضربون المثل في الخلاف زمان يقول لك ديل مختلفين زي أنصار السنة والصوفية، هسي وين شغل دين لبعض الناس؟ بيقوا رئيس أنصار السنة إسماعيل عثمان امشي هناك للصوفية ناس الكباشي، وداك بيغادي بتاع السمانية مرشد السمانية يجي بتاع تكريم أنصار السنة يجي قاعد وشغل بيقات في النهاية لخبطة غير المآخذ الثانية اللي نحن ماخذينها عليهم، لا تبقى صوفي لا أنصار السنة ولا غيره. صار السنة هسي من زعمائهم واحد هنا دي بيجاي، أنا ما بقول كلهم بيقولوا القول لا، لكن واحد من زعمائهم نسي بيجاي في الفتحاب اسمه محمد مصطفى عبد القادر، ده بقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون فيها حظ من الدنيا، صحابة رضوان الله عليهم، الله قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومصائب كثيرة في النهاية بجيب الرجل ده، ونحن ردينا عليهم في مواضيعنا النازل كلهم. طيب فما تبقى مع أي طريقة ولا جماعة، نحن والله نصحنا ونسأل الله القبول. طيب بعدين الزول قال ما تنكمش، هسي الزول ما منكمش هو؟ مش هسي الزول انكمش يا عبد الله، عم عبد الله تضايق وزيد وكذا، ما منكمشين بالراحة بنفس بارد، لكن بنرفع صوتنا عشان نوصل الحق للناس منا، لكن والله الناس المسلمين اخواننا ونعاونهم وندعم معاهم في حدود الشرع طالما هم من عامة المسلمين ما من أهل البدع ولا من غيره. طيب وأبقى مسلم مستقيم، نحن ما قلنا أبقوا معانا، نحن أبقوا مع الكتاب والسنة بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قام قال في الشمائل الرسول قال من أحيا ليلة مولدي أحيا الله قلبه وكلمة النحو. شمائل ده كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم،
فيه 100 وفيه 415 حديث قريته والله حديث بشرحه. الكلام ده ما لاقاني كلام الزول واللخبطه الجابل ما لاقتنا ذات كلام بينجروا من راسه من احيا ليله مولدي وهو الى اخره. الرسول ما قال كلام ده صلى الله عليه وسلم. واللي يجيبوا لنا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكلام ده نقوم طوالي نحيي ليله مولد. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال واياكم ومحدثات الامور، الشيء الجديد في الدين ما تعملوه. قال حديث ده في سنن ابي داود والترمذي ذكره الالباني رحمه الله من روايه العرباض ابن ساريه رضي الله تعالى عنه. الحديث ده بوريك ان المحدثات بينهاك انك تقع فيها شيء جديد في الدين. والمولد جمتين، المولد ابن كثير قال او قال الناس الاحياء الاوائل الملك المظفر من الفاطميين ديل بينتسبوا لفاطمه زورا وبهتانا رضي الله عنها وديل مخالفين للشريعه. قال سنه 625 هجريه، 625 هجريه، وبعضهم قال في القرن الثالث او الرابع من الهجره. يعني ما في القرن الاول ما في مولد. زمان الرسول عليه الصلاه والسلام لما مات اخر صحابي ما في مولد في الدين ولا قال عباره زي دي. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت الصحيح سالوه قال له انت بتصوم يوم الاثنين، تصوم يوم الاثنين الى اخره، قال ذاك يوم ولدت فيه. صح بصومه. ولو كان المولد عيد للمسلمين ما كان الرسول صام يوم الاثنين، لانه العيد ما فيه شنو؟ ما فيه صيام العيد. وبعدين الرسول ما صام صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من ربيع الاول يوم القفله، يوم الوقفه، لا ما صام دي. ما كان بخصص دي. بيصوم يوم الاثنين من كل اسبوع، من كل شهر. وبصوم يوم الاثنين والخميس، وفي تعليل ثاني في حديث ثاني، رسول عليه الصلاه والسلام قال عن يوم الاثنين والخميس ترفع فيها الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، الى الله تعالى، واحب ان يرفع عملي وانا شنو؟ صائم. فما كان بخصص يوم اثنين من ربيع الاول، هسه هم دارين يحتفلوا جد هاي وشايفين ده احتفال كون الصوم وكذا. صوم يوم الاثنين من كل اسبوع، صوم كل اسبوع، صوم يوم الاثنين، لكن تحددوا ربيع الاول وداقين خيم. ما محددينهم ربيع الاول وداقين خيم والرسول صام وده ساوين له حلاوه عادي، حلاوه مولد، ده صايمين ضاربين الحلاوه سمسميه وحلاوتيه، كلام كثير جدا. طيب قام قال العالم، شوف الرجل ده متناقض كيف على قلب، قال السبحه فيها 30 حديث، قال السبحه فيها، انا بوريك التناقض لقدام، التناقض وين؟ قال العالم ما بكون عالم الا يحفظ 100,000 حديث معنعن، مش قال الكلام ده هنا؟ ما تم دقيقتين، شوف الزول كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، شوف التناقض بيحصل سريع كيف، ما تم دقيقتين الزول ده ذاته قال في موطأ الإمام مالك أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي بيحفظ 40 حديث معنعنة فهو العالم، وقبليه قال اللي ما بيحفظ 100,000 حديث قال ده ما عالم طالب علم، ما تم دقيقتين قال اللي بيحفظ 40 ونسب للرسول عليه الصلاة والسلام. وده جابه الإمام النووي، الحديث ده جابه الإمام النووي في بعض النسخ في مقدمة في مقدمة الأربعين النووية، وذكر ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، وحديث ضعيف ما ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت قال النووي ألف الحديث الكتاب ليه؟ ألفوا بناء على الحديث ده، قال الحديث صحيح ولا بعض الناس داري صحيحوه كذا، لكنه ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ثابت. الزول ده اسمه قال ثابت صح؟ هو بنى عليه حكم، قال اللي بيحفظ 40 حديث، ركزوا يا جماعة، قال بيحفظ 40 حديث معنعن قال ده عالم، قبليه بأقل من دقيقتين قال الزول اللي ما بيحفظ 100,000 حديث ما بكون عالم. أصل الكلام ده مش يضرب بعضه بعضا، ده ما عالم، العالم ده هذول بيعلم الكتاب والسنة وبيتعامل بالكتاب والسنة وبيعظم الله وبخاف الله، وفي تعريفات كثيرة لمسألة العالم. بعضهم قال الذي إذا سئل في كل باب أجاب، دي مسألة. أما مسألة السبحة دي نختم يا عمي بعد ذاك لو فهم. هاي نعم في المقدمة دي الإمام النووي رحمه الله أورد حديثا، الحديث ده أورده في شنو؟ في إنه الزول اجمع 40 حديث، قام النووي
رحمه الله تعالى جمع 42 حديث، فين حديثين ضعيفات، الباقي الأربعين كلهن شنو؟ صحيحات. نتكلم بالدارجة 40 خليها من 40. المهم الرجل ده جمع 40، في بعض العلماء جمع 40 حديث في العقيدة، وبعضهم في الفقه، وبعضهم في الحديث، وبعضهم كذا، يعني في علم الحديث على أغلب الحديث وكذا. وين حديث أصلا؟ النووي رحمه الله لما قرأ الحديث قايل الحديث صحيح، قام جمع 40 حديث، ما خصص بالعقيدة ولا بالفقه ولا كذا، جمع في 40 حديث يجمع عن الدين كله. عشان كذا بدأ أول حديث إنما الأعمال بالنيات، مشى ده مسألة النية جوا القلب، مشى قدام جاب حديث عائشة رضي الله عنها، وجاب حديث الحديث الثاني اللي جابه جاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان مراتب الدين، اللي هو مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. مشى الحديث البعض يتكلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثاني مشى قدام جاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخره. بتمش قدام الأحاديث بتلقى فيها أحاديث بتكلم عن حقوق المسلمين، وبتلقى فيها أحاديث بتكلم عن الرقائق، وبتلقى فيها أحاديث بتكلم عن الحلال والحرام، لحد آخر حديث ختم به الإمام النووي حديث أنس رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إلى آخره. حديث في الرجاء والاستغفار والتوحيد. فالنووي رحمه الله من فقهه قال الحديث صحيح، قال طالما أجيب لي 40 حديث بدل يكونهم في جزء معين من الدين، العقيدة أو الفقه أو كذا، قال أنا أجمع أصول الدين كله، قام نوع فيه، بنى على الحديث ده. لكن الرجل ده قال، والحديث ده ابن دقيق العيد في مقدمته لشرحه للأربعين نووية أورد الحديث ده ذاته فيه 40 حديث، والعلماء بيّنوا إن الحديث ده ضعيف، ما ثابت سنده عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت كلامي؟ إنه ما ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا لو سلمنا جدلا قلنا الحديث ده ثابت، طيب الزول ده قال العالم اللي بيحفظ 40 حديث واستدل بالحديث ده، وقبليه قال ما بيحفظ، قال بيحفظ 40 حديث معنعنة، وقبليه قال ما بيحفظ 100,000 حديث معنعن، ده ما عالم، ده طالب علم، وده تناقض في كلامي. طيب آخر النقاط، قال مسألة السبحة قال فيها 30 حديث، الزول اللي بيضرب في 10، أنا ما عارف بجيب الكلام ده من وين. السبحة دي فيها 3 أحاديث والثلاثة ما ثابتة، في حديث بروى عن عائشة رضي الله عنها ما ثابت، وفي حديث بروى أثر أصلا ما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه كان عنده عقد، وده ما ثابت. الثالث برضه ما ثابت، بروى عن جويرية رضي الله عنها. أنت أرجع لأصول الحديث، أرجع لأصل الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها فوجدها تذكر الله تعالى صباح بدري، ثم ذهب فرجع من الضحى، يعني رجع قريب وقت الفطور، فوجدها في مجلسها تذكر الله تعالى. ده الحديث يا هو كان ثابت، وهسه أنا بذكر لكم انتوا ذاته يمكن قاعدين تقولوا في الصباح. فوجدها جالسة في مكانها تذكر الله تعالى، بتسبح التسبيح المعروف مش بسبحة، فقال لها: ما زلت على ما كنت عليه؟ ما تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: أما إني قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقي، ورضا نفسي، وزينة عرشي، ومداد شنو كلماتي. هسه ده فيه سبحة؟ الحديث ده فيه سبحة؟ ما فيه سبحة ذات ولا سبحة في الشريعة، والله الذي لا إله غيره. وده الحديث أنا رويت وذكرته لك بمعناه، لكن في النص والمعنى كله ما فيه سبحة. في حديث في سنن أبي داود ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ده بيحسم لك مادة السبحة دي. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. بس انتهى الموضوع. قال: أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام بيعقد
التسبيح بشنو؟ بيمينه. ده في سنن أبي داود حديث ثابت كما قرر علامة الشاب رحمه الله تعالى جميعا. فده الفيصل في المسألة. فالناس والله الذي لا إله غيره الكلام الذكر ده فيه خطر على الناس، عشان كده أنا أحببت شنو التنبيه عليه. وفي ناس سمعوا برا، إن شاء الله نحن بنفصله في وقت تاني يعني مراعاة لبعض المصالح والمفاسد وكذا، وإلا الناس سمعوه الآن يكفي. من نور الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله العرش من نور الرسول. أيوة دي برضو مسألة ذكر. قال من نور الرسول عليه الصلاة والسلام الله خلق شنو العرش. هذه دي دائرة دي ذاته حقه ما أرد على ذاته، لأنه أول شيء خلق العرش ولا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء خلق شنو؟ العرش. مش العرش؟ ومن القيم نقل خلاف في إنه هل أول العرش ولا القلم ذاته؟ هو الراجح أول العرش. وذكره صاحب شرح السنة للبربهاري الشارح الثاني الشارح لشرح السنة وهو الفوزان حفظه الله تعالى من العلماء، ذكروا إنه الراجح ذاته العرش. فكيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من نوره خلق شنو العرش؟ كلام ما بيوزع. جزاكم الله خيرا.